السلام عليكم خوتي اخواتاتي، تبارك الله عليكم ومرحبا بكم معنا في حلقه جديده من السلسله الرمضانيه رمضان مع اليماني وسفيان في بركان. في الحلقه ديال اليوم احنا كنتواجدوا امام شارع ابن سينا. كما العاده غادي ندخل للشارع وغادي نسولوا الناس ديال مدينه بركان سؤال كيف ما العاده عنده علاقه مع اقليم مدينه بركان. وبالضبط السؤال اللي غادي نطرحه في هذه الحلقه هذه هو القريه السياحيه تافوغالت، علاش تسمات بهذا الاسم هذا، علاش تسمات تافوغالت. غادي نسولوا الناس وهذه الحلقه هذه والحلقه ديال غدا ان شاء الله اللي غادي تكون الحلقه الاخيره من هذه السلسله الرمضانيه. فهاد جوج حلقات التاليه ان شاء الله غادي اللي سولناه سواء جاوب الاجابه صحيحه سواء كانت الاجابه خاطئه غادي يفوز معنا بهذه الجائزه اللي هي القران الكريم. يعني اللي شارك معنا غادي يفوز سواء كان الجواب صحيح سواء كان الجواب خاطئ. على بركه الله نخرجوا للشارع ونشوفوا الاجوبه ديال الناس بركان. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الاسم كريم؟ فتحي محمد. السي فتحي محمد. نعم السي فتحي. ديجا يمكن شتي شي حلقة من السلسلة اللي كنديرو. نعم السي. دركي غادي نطرحو عليك سؤال واحد. واه مرحبا. عنده علاقة غير مع إقليم مدينة بركان. نعم. تقدر تجاوب عليه؟ غادي تربح معنا واحد الهدية إن شاء الله. إن شاء الله. مرحبا. مرحبا الله يكرمك. بسم الله. تافوغالت، القرية السياحية تافوغالت. نعم. علاش تسمات بتافوغالت؟ تافوغالت. الأصل ديال التسمية ديالها. الاصل تاعها تسمات تافوغالت، نقدروا نقولوا بكري كان فيها بحال ما فيها يعني ما مثلا فيها بحال الغيران بهذا الشلحه بحال هذا كيتسمى بحال مغاره الجمال يعني بحال هذا الشيء باش تسمات تافوغالت. يعني تافوغالت بحال شي تلال ولا بحال هكا ولا لا ها لا ماشي هذا هو الجواب. فكر الى عندك شي فكره اخرى ماشي مشكل. راني نقول هذا يعني بحال هذا الشيء اللي نقول لك. شويه ولكن راك عاد بعيد شويه. بعيد بزاف كاع؟ شويه واه. تافوغالت. يعني انا ماشي من تافوغالت ولكن معليش من تافوغالت يزنا شويه. هذا الجهه تاع المنزل. منزل. المنزل نعم. عبد الله جماعه من عبد الله. قياده في الزوال. الله يا ودي. من يمين قوش قبلت من يمين قوش. صحيح قبلت من يمين قوش ماشي مشكل ما ربحناش فيها. علاش مهم مشارك. مهم مشارك. السلام عليكم. السلام. الاسم الكريم؟ يعقوبي زين العابدين. السي يعقوبي زين العابدين. غادي نطرح لك واحد السؤال عنده علاقه مع اقليم مدينه بركه. تقدر تجاوب عليه غادي تربح معنا واحد الهديه ان شاء الله. مرحبا. ان شاء الله. السؤال هو تافوغالت. علاش تسمات بتافوغالت؟ القريه السياحيه تافوغالت علاش تسمات بهذا الاسميه هذه؟ سميتها تافوغالت. وعلاش سمات علاش سموها تافوغالت؟ والله ما عرفت. الاصل ديال التسميه. ما عرف. ياك. فكر انا بغيت شي. ما عرفت لا ما عرفت. عاود لي شي سؤال اخر. كاين غير سؤال واحد في الحلقه. ماشي مشكل المهم المشاركه. شكرا اخويا سفيان. الله يحفظك بارك الله. وبالمناسبه يعني حنا دايرين هذه الحلقه ما قبل الاخيره والحلقه الاخيره. يعني اللي فات يعني اللي شارك معنا في الحلقه غادي يفوز معنا بالجائزه. ان شاء الله. اللي دايرينها حنا كاملين يعني في اليومين التاليه ديال رمضان. اللي جاوب يربح واللي ما جاوبش غادي يربح وغادي تفوت معنا بالهدية ان شاء الله. شكرا ما يحفظك. هي الهدية ديالك. شكرا. بالصحة والراحة. شكرا سي سفيان. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسم الكريم؟ محمد ميري. سي محمد ميري مرحبا بك. حنا دايرين واحد السلسلة رمضانية كنخرجوا للشارع البركاني وكنسولوا الناس علاقة عفوا أسئلة عندها علاقة غير بإقليم بركان. مرحبا. السؤال ديال اليوم غادي نمشيو لتافوغالت. تافوغالت عرفت تافوغالت. واه يا ودي الله يا ودي. ولكن واش عمرك سألت البركان. الله ودي ولكن واش عمرك سألت علاش تسمى تافوغالت؟ هذا هو السؤال ديال اليوم. علاش سموها تافوغالت؟ علاش سموها تافوغالت؟ نسبة للأقاليم. لا 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 زعما هي بالأمازيغية تافوغالت. واه هي بالأمازيغية. هما ذوك الناس كانوا أمازيغيين. صح بليز ناس الأحرار. هي علاقه في الشجره تما. لا ماشي في الشجره. لا ما عندكش فكره. لا لا ما عنديش فكره بهذا. كاين شي سؤال اخر؟ ها كاين شي سؤال اخر ولا هذا هو السؤال ديالي نتاع الحلقه ديالي. لا لا ما عنديش فكره. ماشي مشكل المهم المشاركه. واه مرحبا ما كانت حتى شي مشكل. ما كانت حتى شي مشكل. مرحبا الله يحفظك. شكرا. اليوم رانا كنصوروا الحلقه ما قبل الاخيره. واه وقبل كنا خص اللي يجاوب عاد يربح. واه ولكن هذه بما انها ما قبل الاخيره اي واحد غادي يفوت معنا غادي يربح. شكرا ان شاء الله اليوم راك ربحت معنا واخا ما جاوبتش. شكرا الله يخليك. شكرا. المهم حنايا في هذه الحلقه التاليه والحلقه ما قبل التاليه لهذه السلسله هذه احنا دايرين يعني اللي جاوب يربح واللي ما جاوبش غادي يربح.
ان شاء الله فهمت. وقلت واخا ما جاوبش غادي نحكي هذه ان شاء الله شكرا. ودوك غادي نقول يعني الجواب علاش تسمى التفوغات باش تكون عارفها وتزيدها يعني في المذكره ديالك زيد في المعلومات ديالك. اضيف الى معلومات ديالك التفوغات يعني واحد البلاصه تما ما كانش فيها كاين شي بلايص تما ما فيهمش الجر ما كانش ما فيهاش الجر ارتاحيله شي بلايص في التفوغات ما فيهمش الجر يعني ذاك الجر اللي كانت تما دارته فرنسا فرنسا هي اللي دارت التجار تما وقبل يعني قبل ما تجي فرنسا وقبل ما يدخل الاستعمار الفرنسي كانوا كيقولوا لها تفوري تفوري عرفت من يقولوا تفوري تفوري هي حنا كنقولوها بالشلحه ديالنا بحال تكون في قوبه ايوا هذيك هي صافي هي تفوري واش القوبه كيقولوا لها تفوري هذيك البلاصه كان بحال اللي كنقولوا قاسها القوبه ما فيهاش قوبه ما فيهاش ما تنبتش حتى الشعر وهي ما كانش فيها الجر ديك البلاصه وكانوا يقولوا لها تفوري 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 ولا التفوغات ولا لحقاش انا كنت نبحث شي تصاور ديال فرنسا في شي مواقع فرنسيه تصور ديال تافوغالد ما كانش مكتوبه فيها تافوغالد كانت مكتوبه فيها فوري تافوغالد بالفي تافوغالد تافوغالد ماشي تافوغالد فهمت يعني حتى هما كي جات فرنسا كانوا يحكوا على هذيك السميه ديال تافورات تافورات يعني كانت تفوري وبقات كتحول تحوته ولا تافوغالد كيقولوا لها حنايا تفوري كنقولوها بالشلحه القوبه وهذيك هي تما جا الاصل ديالها صافي بسم الله هي الهديه ديالها شكرا واش اخويا شكرا لا يعطيك الصحه والراحه الله يحفظك فيها القران الكريم فيها القران الكريم الوالد لا تهل الوالد تبارك الله الله يسلم عليه وقول له وقول له دعي معنا الله يحفظك السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمك كريم؟ محسن محمد. سي محسن محمد. حنا كنديروا واحد السلسله رمضانيه ويمكن راك متبع بلا ما نقول لك راك متبع. متبع الله يودي مرحبا. السؤال ديال اليوم كما موالفين كنعطيو اسئله عندها علاقه باقليم بركان. اليوم غادي نسولك على تافوغات. علاش تسمات بسميه تافوغات؟ ما عندكش فكر؟ ما عندي لا فكر. ماشي مشكل ماشي مشكل المهم هو المشاركه لا يود بما انها هذه الحلقه ما قبل الاخيره قررنا اننا اي واحد يشارك معنا يربح معنا يعني واخا جاوب ولا ما جاوبش واليوم غادي تكون فائز معنا ان شاء الله بارك فيك ها هي الجائزه ديالك بسم الله شكرا بارك الله فيكم بشركم بروكه الصحه والراحه الله يسلمك اعطينا واحد الكلمه للمشاهدين اللي كيشوفوا هذه الحلقه بمناسبه عيد الفطر ايوا عيد مبارك سعيد لجميع الامه الاسلاميه ومواطنين المواطنات ديال اقليم بركان والمغاربه بصفه عامه داخل المغرب وخارج المغرب تحيه وعيد مبارك سعيد عيدكم عواشر مبروكه وعيد مبارك سعيد على الجميع والله يدخل ونتمنوا ان شاء الله الله يرفع علينا هذا الوباء وتمنوا جميع الشباب المغربي اي شاب مغربي تناولوا الخير والهنا ويكون زين ان شاء الله شكرا جزيلا الله يجيبك التيسير الله يعطيك الخير كنقول لهم عيدكم مبارك سعيد وان شاء الله لجميع المسلمين والمسلمات شكرا جزيلا شكرا الله بمناسبه حلول عيد الفطر نتمنى يدخل على ناس بركان والمغاربه كاملين بالصحه والسلامه والهنا وباش ما كتمناو لا نتوما لا الجريده ديالكم شكرا ولا المغاربه كاملين بهذا اخوتي نكون وصلنا للنهايه ديال الحلقه ديالنا ديال هذا النهار نتمنى تكونوا استمتعتوا بالمشاهده ديال هذه الحلقه هذه وتكونوا استفدتوا بالمعلومات اللي عطيناكم في هذه الحلقه هذه درك غادي نعطيكم الجواب ديال السؤال اللي طرحناه على المشاركين في هذه الحلقه هذه السؤال كان هو القريه السياحيه تافوغالت شنو هو الاصل ديال التسميه ديالها علاش سماوها بتافوغالت والجواب اخوتي غادي نعطيه لكم درك تافوغالت فيها شي بلايص كما نقولوا قورع يعني صلعين ما فيهمش اجر وكانوا كيقولوا لهاد البلاصه هذه كانوا كيقولوا لها تفوري وتفوري كلمه امازيغيه اللي كتعني القوبه القوبه اللي كتقيس الانسان كتقيسه في الراس البلاصه اللي كتقيسها القوبه ما كانوش فيها الشعر داكشي علاش تسموها تفوري لان تافوغالت ما كانش فيها اجر يعني كانت قرعه فيها شي بلايص ما فيهمش اجر وبقى كيقولوا لها تفوري 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 ومن بعد منين دخل الاستعمار الفرنسي للجبال بنيسناسن ولاو كيقولوا لها سماوها المستعمرين تافوغالت بالفي يعني انا درت واحد البحث كنت كنقلب يعني سابقا في شي صور ديال تافوغالت في الوقيته ديال الاستعمار الفرنسي وتلاقيت مكتوبه تافوغالت بالفي ماشي تافوغالت كما كنطقوها اليوم وبقات كتحول يعني من تفوري 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 تافوغالت تافوغالت ولا تافوغالت هذا هو الاصل ديال التسميه ديالها اخوتي شكرا على المشاهده بالنسبه للناس اللي وصلوا للنهايه ديال الفيديو ديال هذا النهار
السلام عليكم حتى الحلقه الجايه ان شاء الله اللي غادي تكون حلقه خاصه وحتى هي ان شاء الله اللي شارك غادي يفوز بها. يعني كيكونوا 8 ديال المشاركين، 4 كيكونوا في القناه ديالي و4 ديال المشاركين كيكونوا في القناه ديال الاخ اليماني. يعني هاد 8 هادو كاملين غادي يفوزوا ان شاء الله حتى هما بهالجوائز هذه. السلام عليكم اخوتي حتى الحلقه الجايه ان شاء الله.